كلية الآداب بمدينة غريان ندوة تثقيفية حول أطفال التوحد، وتهدف هذه الندوة إلى التي أقيمت تحت شعار أطفال التوحد عفوا أطفال التوحد أطفالنا، إلى توعية وإرشاد المجتمع وأهالي أطفال مرضى التوحد إلى كيفية التعامل مع هذه الفئة من الأطفال. وقدمت ضمن برنامج هذه الندوة محاضرات تناولت بالخصوص التعريف بمرض التوحد وأسبابه وكيفية التعامل مع أطفال مرض التوحد. وحضر الندوة عميد بلدية غريان وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الجبل الغربي وبعض من طلبة وطالبات الكلية. ومعنا الأخت سعادة البخاري منظمة الندوة من مدينة غريان. مرحبا بك أخت سعادة. أهلا، مرحبا بك. لو حدثتينا أخت سعادة عن هذه الندوة ومدى أهميتها. في البداية نرحب بك وبجميع السادة المشاهدين. احنا طالبات سنة رابعة في كلية الآداب قسم الإنجليزي. باعتبار ان احنا آخر سنة حبينا مشروع التخرج يكون فريد من نوعه، ومشروع التخرج هو مدى قدرة أطفال التوحد على تعلم اللغة الإنجليزية بغض النظر عن اللغة الأم. بما ان احنا لنا 4 شهور نمشي للمركز الاردني لتاهيل ذوي الاحتياجات الخاصه في غريان، احتكينا باطفال التوحد وحبينا نوصل الفكره لجميع الاهالي، التعريف الصح للتوحد وكيفيه التعامل مع طفل التوحد. ومن هنا جتنا فكره الندوه، هي تحت شعار اطفال التوحد اطفالنا. الحمد لله حصلنا على دعم كبير جدا من الكليه ومن اعضاء هيئه التدريس وبالاخص قسم اللغه الانجليزيه. وايضا يعني العميد حدث عميد الكليه كان مرحب بالفكره هذه، ومن خلال الندوه قدرنا احنا نوصل المفهوم الصح لمعنى التوحد وكيف ممكن ان اي ام واب يتعاملوا مع طفل التوحد. يعني لان للاسف بعض الاهالي ما عندهمش درايه بمعنى التوحد وان كيف يتعاملوا مع طفل التوحد. يعني في اطفال طيب يتدربوا في المركز ولما يرجع للبيت ينتكس بحكم ان الاهالي ما عندهمش درايه. نعم اخت سعادة، يعني لو طلبت منك باختصار أن بعبارتين أو ثلاثة على الأكثر أن توضح لنا أهم ما جاء في هذه الندوة وأهم نتيجة خلصت إليها. أهم ما جاء في الندوة أن احنا قدرنا نوصل المفهوم الصح لمعنى التوحد. وطبعا هو الأغلبية يعرفوا أن مفاهمين أن التوحد هو مرض، هو اضطراب. اضطراب عقلي، يعني مش مرض. شكرا جزيلا لك سيدة سعادة أو الأخت سعادة البخاري منظمة الندوة عن أطفال التوحد. كنت معنا من مدينة بنغازي، كنت معنا من مدينة غريان عفوا. شكرا جزيلا لك، إلى اللقاء.